مثل البحر والشعر في راس البحر. قناة رائد التيفي. يا لا تضعن يا هل الفزعة في اليوم الكبير الشعر فيكم لا حظيها ما قدم عذاب إن كان ما شاء الله. كريم متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية مع هذه المسيرة وشوطنا التاسع. شوطنا التاسع يتحرك بفئة الأبكار لأبناء القبائل ونحن نتحرك إلى المقدمة وبهجة سيف بن حميد أبو الدويس الشامسي أم المركز الثاني اللي هي بطرة العبيد بن سعيد بن عبيد الاسلمي من الجانب الآخر شعار سعيد بن سهيل بن دريوي الاسلمي على ظهر سرابة والنقلة الثانية إلى المركز الرابع. المركز الرابع تتقدم سرابة جاسم بن محمد بن علي الوهيبي. أما المركز الخامس نشوف المجموعة الثانية. المجموعة الثانية القادمة اللي هي أقول سياسة محمد بن سالم بن دري الفلاحي. والمركز السادس تأتينا ماتهاب لسعيد بن علي بن راشد بكريب. النقلة الأخرى إلى المركز الثامن. ثامن المراكز فهنا نصيب العلي بن سالم بن سريم. والمركز التاسع هذه النجمة القادمة اللي هي مراسيل راهب الحمدان بن محمد بن رفيد الحميري. والمركز العاشر أقول الواري الخليفة بن سالم أبو الطبيعة. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة يا سلام يا المتقدمين والمبدعين. أربعة يتنافسون على الناموس والناموس يتجول بينهم بين الشباب المبدعين هم من يتصارعون. بدينا بزاوية الالتفاف بنلتف من هذه الزاوية إلى خط النهاية لنتابع ماذا يدور من قبل سرابة جاسم بن محمد بن علي الوهيبي من يقدم لنا سرابة. وعندنا أيضا اللي هي بهجة وسيف الحميد بدويس الشامسي. عندنا أيضا سرابة سعيد بن سهيل بن دليوي. أما المركز الرابع بطرة. نشوف البطرة هذه وين بطرة في العزوة ولا بطرة في الميادين ولا بطرة في المفاحيم؟ ما أدري وين بطرتك بتكون. بنشوف هذا هو الميدان يا بطرة بنشوف المسمى عبيد بن سعيد بن عبيد الاستبي من يقدم لنا بطرة بالمركز الرابع. والمركز الخامس بنوف المركز الخامس. نشوف هذا اللي بدأ أيضا يطلع من المجموعة المتأخرة ويهاجم المقدمة اللي هي مراسيل راشد بن حمدان بن محمد بن رقيق الحميري. يا سلام يا الحميري عندك اللي يطير الشوط ير لي عليها الامر يصدر في الاخير. ركز يا سلوب ركز على الخامس. احسب المراكز هذه اللي قادمه قادمه تبى الناموس. هذه تبقي الناموس. نشوف المركز السادس لا ما بالمساعد. شوف يا سلوب المركز السادس هذه اللي تحمل شعار بن كليب بالمركز السادس اللي هي نقول ماتهاب سعيد بن علي بن كليب. والمركز السابع مكسب سالم بن محمد بن دحروي العامري. وصلنا بالمركز السابع. والمركز الثامن اقول العنودي مع بن راشد بن سعيد بالغازيه. المركز التاسع فتقترب التله سيف بن محمد بن سعيد. والمركز العاشر نصيب العلي بن سالم بن سليم. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء. وهكذا انتهينا من اذاعتنا ونيدانا الاخير. خلاص ما نعود الى الثلاثه الى العشر المراكز. انتم عند لوحه ال 1200 بقياده التله سيف بن محمد بن غليطه الغفلي. من يقدم لنا التله في هذه المحنه في هذه الاجواء في هذه المعركه معركه داحس والقبره مشاهدينا الكرام نتابع في هذه اللحظات نتابع المقدمه نتابع سرابه جاسم بن محمد الوهيبي من يقدم لنا سرابه بالمركز الاول. التله وصلت يا سلام
يا اهل التله، يا سلام يا اهل التله. بن غليطه وصل على ظهر التله، سيف محمد بن غليطه، بن غليطه يهاجم، يهاجم لوهيبي. الناموس وين؟ الناموس عماني، الناموس اماراتي، الناموس عماني ولا عماني؟ نقول هل عمان ولا هل عمان؟ هل عمان ولا هل عمان؟ الناموس تجول بينهم، الناموس بين لوهيبي وبين بن غليطه. هناك المركز الثالث، المركز الثاني هيا العنود يبعث الغافريه، الفلاسي قادم، مكسب قادمه، مكسب بن دحروي سالم بن محمد، بن دحروي بالمركز الرابع ولكن المقدمه. يا سلام يا سلام يا سلام، راحوا هلا، راحوا هالوهيبه، راحوا راحوا يا سلام. سلام سلام يا الميدان الابيض، سلام يا مضيبي، سلام سلام يا سناو، سلام سلام يا الشرقيه، سلام سلام يا عمان، سلام. هذه سرابه ياسر بن محمد بن علي لوهيبي. من يقدم لنا، من يقدم لنا سرابه؟ راحت عن الشوط، راحت، راحت بعزم واصرار، راحت بفوز وانتصار، راحت بمكسب عالي وقضاء يثمن والتحدي الاكبر. يا سلام يا سلام، راحت 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 وراحت في لها السبق عاده. يلي الجوايز الاوليه تهمه، المرشحه للشوط رقم القياده، الاول على الاول والاول. ثمنها يا سلام، المليونين ثمنها، 3 مليون وليس ثمنها، تستاهل سرابه جاسم بن محمد لوهيبي. نهنيك. المركز الثاني البلغافريه، المركز الثالث البندحريه.